بيت حكمة هي مكتبة عمومية كانت حدا نهر دجلة بالعاصمة العراقية بغداد. افتتحها الخليفة العباسي هارون الرشيد في سنة 800 للميلاد في وجه الدارسين والعلماء وطلاب العلم، وجاب لها الكتب المخطوطات اللي كانوا في قصر الخلافة. وكانت هذه المعلمة كتضم أكثر من 300,000 كتاب في الطب والنجوم والهندسة والأدب، وانفق عليها أموال طائلة من أجل الرعاية ديالها، وهذا الشيء اللي دار ثورة علمية وثقافية في العهد ديالو. وزاد تأكد هذا الازدهار في عصر المأمول نجل هارون الرشيد، حيث انه استثمر في اكابر القراء واللغويين والمترجمين، والهدف كان هو تطوير التعليم الاسلامي، وكان دار اول مرصد فلكي في التاريخ الاسلامي في بغداد، وكان يرسل اول بعثه علميه في قياس محيط الارض، وكانت الحسابات ديالهم قريبه بزاف من داك الشيء اللي لقاه العلماء الغربيين. بعد التالق ديال اللغه العربيه ولا التعليم العالي اكثر تنظيما في المنطقه، وكانوا العرب يتبادلوا العلماء والادباء والشعراء مع اوروبا، وهذا الشيء اللي خلى ان اللغه العربيه ولات لغه عالميه للبحث العلمي عوض اللغه اليونانيه.